هذه هي الدار اللي كنا ساكنين فيها. كبرنا فيها. كبرنا فيها. أنا وهادي المينوزين. وقبل ما تكبر فيها. إيمان ولا المعطية ولا هذه قدك. أصغير. هذه الجريدة اللي كانت عندنا حنا. هذه اللي مبنية. هي الجريدة اللي كانت عندنا هي هادي. راه كان لنا كنا ديال الناس اللي أول ساعة حنا يوميا كندوزو من حداها. كنشكرو الوالدة اللي خرجنا من بداك التابوت ديالها من الشرجم من هنايا. الشرجم ديالها من هنا التابوت ديالها من هنا كان شاد حيط. واحد الشرجم شتي راه تم راه تحت في السبلين تما خرجنا. كان الباب حيت كان الباب مدور. من هنا خرجنا من الشرجم. اللي كانت أم يمينة الله يرحمها. الله يرحمها ويرحم جميع أمة الله على الرحمات. باش يقولوا الناس فهمتي؟ نقولوا لهم راه إلا كان عادي كنا فقراء ما كناش كنا ما عندناش وما خاصناش وبخير الحمد لله. بخير. الدار ديالنا وهي الناس فقراء كنا بخير الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي. معكم موجيلي الاخ الفنان العادل الميلودي. مرحبا بجميع المغاربه اللي في هنا ولا اللي في الخارج ولا اللي في الداخل ولا في اي بلاصه جميع انحاء العالم. كنقدم لكم الاخ ديالي والحبيب ديالي بحالو بحال عادل الميلودي بحال اي اخ. ايوب خطابي ايوب الملقب بحجوب فنان ومغني وكل شيء تاوى ديال الله. مرحبا خوتي المغاربة. أنا خطابي توفيق الملقب مجيلي. أنا اللي كنوصل لكم واحد الرسالة. هاد الرسالة هادي كنوصلها للأخ ديالي عادل الميلودي. هاد الأخ ديالي عادل الميلودي بارح كان عنده عيد الميلاد. سنة سعيدة وكل عام هو بخير. واللي كنوصل لي انا هاد الرساله هادي بانه هو ما عرفش عليا وما عرفش على اخوه وما عرفش على بزاف. المهم وانا عارف الدق منين وهو عارف انا هو انا عارف وهو عارف والله يسمح لها فهمتي. المهم اللي كنبغي نقول لكم واللي كنبغي نوصل لكم كنقول لخويا سنة سعيدة وكل عام وانت بخير ومن هذا المنبر هذا ونبغيك تكون ديما كاين ديال بصح. سول على جميع خوتك. انا شوف خويا جي عندي من اكادير ومرحبا بي عندي وجي يشوف الاصدقاء ديالو هنا وجي يشوف الدار ديالهم اللي كان ساكن فيها في الاول وجي يشوف اي بلاصه. مرحبا بكم ديالو وجي يشوف خوته وحبابه الناس القدام وجي يشوف دارهم القديمة. سمعتوني اخوتي المغاربة جي يشوف داره الدار اللي كنا ساكنين فيها وجي يشوف الاصدقاء وجي يشوف الحباب وجي يشوفني انا ومرحبا به هو وجميع خوتي اللي هنا ولا اللي برا ولا اللي في الخارج ولا اللي كما كنبغي نوصل لك خويا عادل. انت راك خويا ومدمي ولحمي ومرحبا ما عمرني غنتعادى انا وياك واخا ما نعرف اش يديروا. المهم انت ديما غتبقى خويا وديال بصح. وهذوك الناس دوك المريقيه اللي دايرين بك راه ما تنحمل فيهم حتى واحد. من الاخر انا نجيك قد من هذا المنبر والجوجه ديالك الله يهديها والهديه ديالها هي دير عقلها احسن ما نخرج لها بشي خنشم خايبه وما غتعجبهاش. دير عقلها وتعود تعطي التليفون اي واحد في خوتي دوا معاها تعطيه التليفون يهضر معاه. الا كانت مناجير ديالك تبقى مناجير ديال الغنى ماشي ديالنا حنا. حنا راه ما كنغنيو ما والو حنا راه خوت. اي واحد عيط لك ما تعطيه حتى حاجه هضري لاباس بخير خويا دندن سالات الحفله تسد سالينا. اما المناجير اي راه مناجير ديالك والجوجه ديالك الله يخليها لك ومناجير ديالك الله يخليها لك ولكن من اللي يهضر خوك تعطيه
بالله ما نخرج ليها بشي 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 حاجه اخرى ما غتعجبهاش وغادي شي حاجه اخرى ماشي غنكذب حقيقه اللي كدير الشقيقه ديال بصح والله يهديها خويا عادل انت راك خويا انا واخا ما عرفتش يقول لي بغيني ما تبغينيش خرج خايب زوين وهذاك انت خويا وعزز عليا عمر وما نخلي حتى واحد يهضر فيك وحتى لانك انت راجل كبرتي راجل وكبرتي في هاد الحومه راجل وتبقى ديما راجل والله يهدي ديك السيده عندك الله يهديها الله يهديها اما انا راه ما عندها ما دير معايا والو اي واحد في خوتي ولا في خواتاتي عيط لك تقول لك هاك اخويا ماشي يقول لك راه في الطاليان راه في الخارج راه في الالمان راه في سيدي رحال وكما كنقول لكم من هذا المنبر هذا سمحوا لنا اخوتي المغاربه كاملين وبارك عواشركم وبقيه غيدوز الاخ ديالي ايوب بحجوب الفنان الفنان الكبير قبل ما يكون عادي الميلودي واحد السلام عليكم تحيه للمغاربه من القويره العاليه من القويره الغاليه حتى طنجه العاليه وكنوجه تحيه كبيره جاليه المغربيه واحد واحد وما نساو فيهم حتى شي واحد وانا من هذا المنبر جيت نشوف الاخ ديالي اللي هو ملقب ملجيلي ونجي نشوف عائلتي وحبابي وصحابي والاصدقاء ديالي في مدينه الدار الامام الدار البيضاء فين كبرنا وترعرعنا احنا وخوتنا كاملين هاد البلاصه دي جيت ليها كنتذكر فيها ايامي ايام الطفوله ديالي ايام العز ديال هاد المنطقه هادي ومازال غتمشيو معايا تشوفوا الاصدقاء ان شاء الله ونشوفوا الاحباب ونشوفوا الاصدقاء ونوجه تحيه كبيره خويا عادل ميلودي وديال الله وفنان كبير ونوجه ليه تحيه كبيره 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 وسنه سعيده والله يعطيك ما تمنيتي في الحياه ديالك واش نقول لك اخويا اش نقول لك هادشي اللي ولينا كنسمعوا ما كيفرحش وهذا ولكن انت ما نخافش عليك راه الرجوله ديما من الطفوله وبلا ما نكمل هضرك راك عزيز وغالي وماشي غير انت اللي عزيز وغالي كاع خوتي كاملين عزازين عليا وغاليين وكنجي كنشوف انا جيت من اكادير خاص باش نشوف خويا توفيق مجيل وبغي نشوف خويا اخر فؤاد وبغي نشوف خواتاتي والعائله ديالي اللي كبرت وترعرعت معاهم علاش انا تاني مجوج عندي ولادي وانت مجوج عندك ولادك وكاين لا مراق ما غاديش دير لي انا البلبله مع خوتي الا مشات مره ما عنديش فيها شي مرتي انا تقول شي انا كنوجه هي مباشره عالمي المره عندي الا قالت لي خوك ولا اختك اضرب الباب وتزيد مع الحباب الا مشات مره نجيب وحده اخرى والا مشى لي درين ولاد عشرة فهمتي ولكن الا مشى لي خويا ما غاديش نرجعو انا الخاوة حد الدنيا الخاوة حد الدنيا راك خوك عزيز عليا ماشي ما مشيتش وما كانش في راسي فهمتي كنت في راسي كنت غنمشي فهمتي كنت غنمشي عنده ما كانش في راسي انا ما يمتى كان في راسي حتى جيت عند الاخ ديالي قال لي راه الاخ ديالك عنده عيد ميلاد ولكن مشاو عنده خوتي اخرين فهمتي خوتي ضروري غادي يمشيو عنده وغادي يطلعوا عليه ولكن ممكن نوجه ليه تحيه من هنا وسنه سعيده وباش ما تمنيتي اخويا وراك ديما الطوب وديما تبقى الطوب وديما الفوق الفوق وراك منور رساله اخيره بليكم بجوج للتسع الايمان خويا اش نقول لك هذيك السيده الله يهديها الله يهديها على نفسها والله يهديها على حياتها والله يهديها والله يرد بها اش اللي غنقول انا الرساله ديالي فهمتي طيب ما خويا كيبقى خويا هذا هو الواقع ونعطي الرساله يقولها الاخ ملجيري الله يهديها والله يرد بها وإلا ما بغاش يهديها راه كاينه طريقه اخرى باش تهدى غنديرو مع داكشي اللي كتبغي هي هذاك راه خونا راه ما غنفرطوش به لان ما كيدخل ما بين اللحم والضفر لا الوسخ واخا هي مرتو الله يسهل عليه حنا ما باغيين منو والو تقول لينا راه وصال ولا عاد بديتو كتعرفو وكذا حنا كنعرفو باقي تا بصله هي ما كانتش كتعرفو انا راه كا هو ها الارض فاش كان ساكن هو تجمع راسها معانا وملي يهضر اي واحد في خوتي يقول له دوزي كون ريت دوزو
هادشي اللي كاين. وسمحوا لنا اخوتي المغاربه،